رجع لكم الفصل الفطار الاجازات يا جماعه، الفقره الثالثه مع نرمين. شفنا طبعا الفقره اللي فاتت كان حبيبنا وزميلنا كريم عمل لنا طاجن، انا اعتبره طاجن، طاجن من الخضروات مع البيض. وكان قبليه طبعا امل ورتنا الاكل الاردني، الفطار الاردني الجميل اللي هو كان بالكريمه بتاعت الحمص واللحمه المفرومه. ندوق كريم وتقول لنا ايه رايك؟ انا ولا امل؟ انتوا الاثنين راح انتقم منك. مش هتدوق شيء انت اليوم. امل ماشي امل. لا لا مش هدوق. انت منيحه؟ احنا في الاخر خالص بعد ما يعني طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين اهو، حطينا عليها الجبنه من فوق، بس الجبنه طبعا يعني ساحت على طول ما خدتش وقت. ميرسي ميرسي بالهنا والشفاء. اهلين اهلين. وانا اخد حته كمان، انا عايز صنعت ايديا وحياه عينيا. هلا انا وياك رح نعيش اللحظه ونتركها متقطعه. عيش اللحظه. حاولوا عشان اختنا نرمين تبدا، حاولوا يعني تشيل شويه. يعني ما تدوقوش على اللحظه. وكيف العيش كمان لو عايزين عيش. جميله؟ ايه رايك؟ حلو حلو. حلو قوي قوي قوي. والخضروات بتدي طبعا. الخضروات والبيض بالفرن لذيذ، والتومه والبصل حركات. تسلمي لي. خلاص. ميرسي يا كريم. عفوا. دور نرمين، نجمتنا دور نرمين. نرمين النهارده انت محضره لنا ايه بقى على الفطار؟ محضره لكم عيش. أيوة. محشي بالبسطرمه والمشروم. أيوة. والزيتون والجبنه. يعني غنية. حاجه جامده كده، هنقطعه سلايسز كده او شرايح. وناكله وهو جاهز كده، يعني زي ساندوتش محشي جاهز. عشان ما نقومش بقى نعمل ونحط ونحشي، لا هو جاهز كده. اذا ضل مكان ناكل يعني، لان راح اشبع. انت تفضلوا كله. تفضلوا كله بقى. انا معاكم احنا. انا قولي مع حبايبنا المشاهدين. هنقول اول حاجه مقادير العيش. اوكي. الحشو احنا زي ما قلنا بسطرمه ومشروم وزيتون اسود واخضر، ومعايا كمان نوعين من الجبنه، جبنه شيدر وجبنه تركي. تركي. لو انتوا عايزين تبدلوا الجبن زي ما انتوا عايزين. العجينه بقى بتاعتنا بتاعت العيش عباره عن طبعا كعيله احنا هنعمل 5 كوبايات دقيق. لكن انا علشان بس ايه نعمل نص، انا هعمل نص المقدار عشان تشوفوا بس العجينه بتتعمل ازاي. كوبايتين ونص دقيق، عليهم بيضتين، عليهم معلقتين سكر، عليهم معلقه ونص خميره، عليهم زبده تقريبا نص كوبايه او 3/4 كوبايه، عليهم لبن من ربع لنص كوبايه، ولو العجينه طلعت ناشفه هنزود لبن. نزود لبن اكيد. لو العجينه طلعت طريه هنزود دقيق. اوكي تمام. هنبدا اول حاجه في العجينه. شيف محسن بس هتعمل لنا البسطرمه. اشرح لك ديت على النار. حاجه بسيطه. شويه زبده. شويه زبده. انا حاسس ان انا وامل بنتفرج على التلفزيون بجد. والله كويس كويس كويس. هنخلط اول حاجه المقادير الجافه في العجانه نفسها على طول. والله حلو البرنامج هذا يا كريم. صح. نحضر دايما نحضر. هحط معاهم شويه سكر، وهسيب سكر علشان هدوب الخميره مع اللبن في معلقه سكر. بس المهم حاجه، ان اللبن ده لازم يبقى دافي. سواء لبن عايز تعجني بلبن اوكي او ميه، بس لازم الاثنين يبقوا دافيين عشان الخميره تتحمر. بالظبط عشان سرعه الخميره التخمير. احط انا شويه لبن هنا، يعني تقريبا ايه ربع كوبايه او نص. ربع كوبايه، وعليهم معلقه ونص خميره، وعليهم السكر. وهقلب بس حاجه بسيطه، او حتى من غير ما نقلب هنسيبه كده ايه شويه على جنب عشان الخميره تشتغل. وهجيب شويه ملح. شوف الملح يا محسن. حط الملح. انا عندي بقى مشكله مع البسطرمه. ايه؟ اول ما باكل بسطرمه يعني بفضل يومين كده كل كده ريحتي بسطرمه. هي مشكله نفاذه. بس هي جميله. محدش يعرف يبطلها دي ابدا. ليش؟ طيب ايش فيها هي اصلا؟ طيب مش عارف ايه اللي فيها بيخليها. الثوم يمكن ولا ايه يا شيخ؟ طبعا الثوم. طبعا الثوم كتير. التتبيله بتاعتها. لان هي الثوم بتاعها والتتبيله، وبيبقى فيها زي حلبه كده. حلبه و التتبيله نفسها. التتبيله نفسها يعني. انا كان واحد قالها لي برضه بيشتغل في المجال. صح. الحلبه كتير فيها. بالظبط.
توم الحلبه كتيره جدا. انت محضره لنا من قبل عجينه جاهزه نرميها؟ محضره لكم العجينه، بس انا عايزه اوري للناس احنا هنحط العجينه ازاي. تمام. هنحط بعد كده اللبن بالخميره. ايوه كده تمام. اوكي. ونضرب تاني. بس هيك ليه؟ عايزه ده؟ لا انا عايزه الزبده بس. زبده؟ الزبده اهي. تمام. عايزه معلقه اهي. بعدين شوف الشيفات شو متعاونين بهاي الحلقه يا كريم، عشان اثنين بياكلوا واثنين بيشربوا. لا عشان انا هيك بتفرج على التلفزيون فمنعلق على البرنامج. يعني هحط الزبده على اي قناه البرنامج؟ قناه ست البيت. برافو عليك، عارفاها؟ طبعا جامده قوي. 12/5/62. برافو عليك. هنخلط تاني بعد ما حطينا الزبده، وبعدين هنحط البيض بالطين، وبعدين نحط اثناء الضرب بقى. اثناء لا ممكن نوقف، وانا بحب اوقف. بس هي ايه العجينه تلم شويه مع الزبده، هتبدا شويه ايه تلم مع بعضها. حطيتي ايه بقى؟ حطيت الدقيق 2.5 كوباية دقيق، عليهم سكر، معلقتين سكر، وعليهم يعني نص معلقه ملح، وبعدين عملت في بوله اللبن مع الخميره مع شويه سكر، علشان الخميره هي اللي هتخمر. أوكي. العيش بتاعي طبعا. نقدر نحط زيت بدل الزبده؟ ممكن تحط زيت زي ما انت عايزه. تعرف بقى الاجازه بقى، فاحنا عايزين لك. من فضلك يتخمر. عايزين العيش، لا عايزين العيش يبقى غني كده اهو، زبده بقى. تمام. فقس بيض كمان تاني. ايوه. وهنخلطهم تاني. كلك فقس البيض. وهنسيب العجينه تشتغل مع نفسها، ونقول لكم هنفرد العجينه. احنا مجهزين عجينه من قبل كده، لان العجينه دي المفروض تتساب على جنب بعد ما تلم كلها مع بعضها، ونغطيها لمده قد ايه؟ ساعتين ثلاثه لغايه ما تعلى. فاحنا لما سبناها بقت بالشكل ده. اوكي. هنفردها ونوريكم هنحشي ازاي. بس هنجيب طبق الدقيق. تمام. سيبي لي انا بقى القصه دي. بيشوف العجينه لعبته لعبته بينبسط. لا وامبارح شفته لما شاف المكرونه. انا ما بحبش اشوفها هيك، لازم تكون مدلعه. سيبي فيها. تمام. بتبقى سوفت بقى، وبتبقى بص العجينه حلوه ازاي. بحب العجينه انا، وانا بحب ونعجن مش اكتر من الشيف محسن. وبيشوف بيشوف العجينه. بصي طلعها ازاي اهي العجينه بتاعتها. هنفرد كلها. يا شيف محسن كلها اهي العجينه بتاعتنا اللي احنا عملناها اهي جاهزه. هنجيب بوله ونطلعها فيها ونغمرها. مدرسه ان شاء الله. شوف الرشه زيك لما ترش، كيف انت بتعمل لما تعمل؟ انا واخدها منه. عجبتك العجينه يا شيف؟ ها؟ حلوة العجينة؟ طبعا ما شغالة اهي. دي العجينة بتاعتنا اللي احنا عجناها، ولا محتاجة زيادة في الدقيق، ولا محتاجة زيادة في اللبن، عجينة طرية وحلوة جدا. هنحطها كده وهنسيبها على جنب، ونغطيها عشان زي ما قلنا تخمر. تمام. تمام؟ حلو الحديث. ادي العجينة بتاعتنا. حلو حلو الحديث. حلو كيف؟ كمل كمل احنا. والله حلو. احنا والله والله منيحة. والله والله حلو. كمل والله احنا قاعدين بنتفرج عليك. أيوة. والله منيحة. بس احنا عايزين لو سمحت يا شيف نعملها على قد ما نقدر مستطيل. مستطيل؟ قوي قوي. عشان لما موجود. 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 الحشوة بقى اللي أنتِ عايزاه يا أمل حطيه. أوكي. يعني كل ما يعني مثلا أنتِ كفرد من العيلة بتحبي مثلا إيه يبقى فيه جبنة حطي جبنة. حد بيحب بسطرمه حط بسطرمه. تركي. حد عايز مشروم يعني اي حشو انت حابه يبقى موجود. نشتكها لذوقك يعني. تمام. بس كتير كبيت منها يا عم. كتير. عايزه تبقى اكبر. ممكن نعملها بالعرض ونلف لو عايزها طويل. تمام. اوكي. في كل التصاريف موجوده طالما العجينه تحت ايدي. تمام. طلع لك اللي انت عايزاه. مفيش مشكل. ادي. ايوه. العجينه دي. دي هي ممكن نحتاجها. اهي. هتلف هتلف كده. طيب نفردها سنه كمان. كمان عيني. قوي قوي. حاجه بسيطه. عينيا عينيا. تسلم ايدك يا شيف. نرمين بس. بس ايه عشان تفهم يعني.
ليش هيك التفرقة العنصرية؟ لا 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 انت حبيبتي يا ايمن ازاي بقى؟ لا لا ما فضلش غيري الله لا لا انت زميلي الله الله هنعمل ايه بقى؟ هنبدا نحشيها بقى عشان نلفها اوكي تمام؟ هنحشي بقى بسطرمة بسطرمة كل بقى الحاجات دي نحطها بقى نحط بقى شيف كده معايا السطور سطور كده عشان رول ده تصير يعني رول عشان الله على جمال والبسطرمه لازم بصي مدام صيف أو ده اللي بنقول عليه يا جماعه في الفطار ان الفطار في المصايف دايما بيكون تقيل زي ما انتم شايفين كده معانا بسطرمه بعدها طبعا العجينه شفنا مكوناتها ايه وبعدين البسطرمه وبعد كده المشروم وبعدين الزيتون ولسه في زيتون اخضر بسطرمه تاني وجبنه مش ممكن يكون ده فطار بني ادم هيطلع على الشغل بعد لا طبعا صور انا عايز اقول ايه هنضرب ده كله وهنروح اشتغل ازاي يعني هتقطعيها نومه بقى كله صح ممكن يطعم يعني احنا وهنرش بقى الجبنه يا شيف اني واحده فيهم الاثنين الاثنين بس احنا نراعي في موضوع الملح عشان الجبنه التركي ملحها عالي اوكي بقى مكرونه ده البسطرمه والبسطرمه فنراعي الملح أوكي. هو الافضل يعني كمان تتحط جبنه موتزاريلا لان الملح في البسطرمه انا بحب طعم الشيدر انا بحب بقى ما تشتكيش بقى من الملح بدل بنحب هو ممكن الفطار ده يتعمل وتروح الشغل على فكره كده تروح الشغل كده الفها لا ممكن كده بالبلعه قوي قوي تمام بس ايه بقى انا غلبتك بس ايدي لا لا انشف ايدي عشان مبلوله غلبتك بتقول بوصل العجينه تمام سالنا سؤال ايش سالت كريم لا لا انا بقول ممكن الفطار ده يتعمل وتروح الشغل بس تروح الشغل عشان تستقيل يا ساتر عشان تنطرد اهي كده وكده الله تمام تمام بدور على شيء على فكره شكرا لا هنقفله كده عليه هنقفله لازم نبله حتى صح عشان الميه هي شايف المية. مش هيفتح على فكره زيت الشاي مثلا ما بتلزقش فاهمه ما بتلزقش لما هيخش لما يخش يلزق طب ماشي اوكي ايوه كده كده بقى بالظبط الشكل ده كده وهنعمل بقى حاجه ايوه تمام فيونكا يا سلام الله يا بونبونايا انت هلا حد هيعمل وجهه شيء ولا لا لا بص انا بس هعمل حاجه هنجيب السكينة وهنعمل بس فيها ايه فتحات كده امو يعني ممكن اذا حدا بده مثلا يدهنها صفار بيض احط سمسم حبه البركه صح نرمين ايه امل بقول لك اذا حدا بده مثلا يمكيجها يمكيجها يحط لها مثلا صفار بيضه لا هي مش محتاجه استعيش انت العيش ما بيدهنش وشه نحطه بقى هنجيب حاجه تحت لا خلاص هنحط يعني كده لان هي اوريدي العجينه فيها زبده اوكي فهي مش تلزق صح كده اهو وهنروح مدخلينها ممكن اخدها كده اخدها زي ما انت عايز والله ماشي مفيش مشاكل هيبقى شكلها جميل ما انا عارفه بتصير عندها حساسيه هتبقى شكلها احلى تبقى مربعات سامبوكسه يعني تبقى طلع سامبوكسه تمام هو احنا هاي الكلمه بندور عليها دي بقى ايوه هندخلها الفرن هتقعد تقريبا في الفرن ساعه الا ربع لساعه وتستوي بس الاول الفرن يبقى طبعا متحمي قوي على 220 خمس دقايق 10 دقايق وبعد كده ننزل على 180 ونسيبها تكمل سواها ونطلع فاصل في استباحتنا لفطار الاجازه ونكمل في اخر فاصل مع الشيف الجامد قوي بعد الفاصل